في البدايات برحب بيكم جميعا ايا كان بتتفرج عليا من اي مكان في العالم، خاصة عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي اسود الاطلس. يا سادة يا كرام، اتمنى قبل الدخول في التفاصيل تدعمني وتشرفني وتنورني وتشجعني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس، ويلا بينا الى تفاصيل الحلقة. قبل المونديال يا سادة، فوز لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يفاجئ المغاربة بل يفاجئ العالم كله بتصريحات نارية وأسطورية وعالمية عن عودة الساحر المغربي حكيم زياش لمنتخب أسود الأطلس، ويكشف أمر خطير ناري لن تصدقه تماما تماما تماما. أكد اليوم فوزي لقجع عن عودة النجم المغربي حكيم زياش لصفوف المنتخب المغربي في المونديال، وأكد فوزي لقجع وفجر مفاجأة قوية جدا 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 أن حكيم زياش وافق على العودة للمنتخب المغربي في أول محادثة حدثت بينه وما بين الساحر المغربي. كذلك أكد فوز لقجع وفجر أمر خطير وناري إن حكيم زياش وافق على عقد جلسة الصلح مع وحيد خليلوزيتش لإنهاء كل المشاكل وإنهاء كل الأزمات وإنهاء كل الخلافات بين الساحر المغربي زياش وما بين المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش. وفوز لقجع قال زياش وافق على الصلح مع خليلوزيتش لأنه يعشق المغرب، وكذلك لأن هذه الجلسة في مصلحة المنتخب المغربي. واتمنى فوز لقجع كل التوفيق للاسود في المونديال بعوده زياش وعوده كل نجوم المنتخب المغربي. فوز لقجع واثق ان الاسود ستصنع العجب العجاب.